هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-360-01-01-021-360-01-02-021-360-01-03. يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طيب شيخنا، لعل نبدأ بهذا السؤال في ربما بعد جلسة التزوير في برلمان طبرق وتمرير حكومة بطرق غير قانونية، وبعد الرفض الشعبي لها من كافة المكونات العسكرية والسياسية والبلديات والأعيان، ما هو الواجب الشرعي لمنع فرض الوصاية على الشعب بالتمديد للأجسام المنتهية والاستمرار في المعاناة والأزمات؟ تفضل شيخنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فأحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. في البداية أحيي كتائب الثوار، كتائب بركان الغضب، كتائب الأمنية والعسكرية التي خرجت ليلة البارحة في بيان وضع النقاط على الحروف. تنادت قوى الثورة من كل مدن الثورة، من طرابلس ومن مصراتة ومن الزاوية ومن الزنتان ومن كل المدن الليبية في المنطقة الغربية. وهذا البيان في غاية الأهمية، لأنه يعني هو صمام الأمان الذي يحفظ البلاد من الانزلاق إلى هوة الحرب التي يريد حفتر أن يشعلها في المنطقة الغربية. وهم بارك الله فيهم، هم أدرى الناس بمكر حفتر وبألاعيبه، لأنهم فقدوا شهداء إخوانا لهم أعزاء، ويشعرون بالآلام التي يعني حصلت لهم بسبب الحرب التي شنها عليهم عام 2019 و2020. وهم أدرى الناس بمكر حفتر، ولذلك فإني أشد على أيديهم وأحييهم وأحيي كل الكتائب الأخرى والتجمعات المدنية والبلدية وكل من انحاز وانضم إلى هذا الوطن في هذا الوقت الحرج. ولكني أطلب منهم
أن يترجموا هذا البيان إلى عمل، لا يكتفون بمجرد البيانات هم وغيرهم، أريدهم أن يحولوا هذه البيانات إلى عمل. بالنسبة للكتائب التي أخرجت البيانات عليها أن تنسق جهودها وتحافظ على مؤسسات الدولة، ولا تسمح للإنقلابيين وجماعات حفتر بأن يعني ينقلبوا على المؤسسات واحدة واحدة ويستولوا عليها، فذلك خطر عظيم، يجب ألا يسمحوا بذلك مهما كانت الظروف، ولا ينخدعوا بالمنصات الاجتماعية التي تشيع الآن بإشراف المخابرات المصرية بأن الأمر منتهي وهذه الحكومة حكومة حفتر هي خلاص مسيطرة وكذا وكذا، هذا كله كذب لا حقيقة له، والذي يخطط له هم المخابرات المصرية وهم الذين يملون عليهم هذا الكلام، لأن المخابرات المصرية لها غرض، لها غرض في هذا المشروع، لأنه إذا يعني تمكن حفتر وحكم ليبيا وسلب خيراتها وحكم فيها بالاستبداد والقهر والظلم كما هو موجود عندهم في تحت حكم السيسي، فإنهم يجهزون لليبيا 10 ولا 20 مليون لاحتلال ولغزو ليبيا، سيجهزون أسوأ الناس الموجودين في ذلك البلد لغزو ليبيا، بحجة ليبيا سكانها قليل وخيراتها كثيرة وإحنا شعب كثير وفقراء، فيدفعون بالملايين الكبيرة لينتهكوا حرمة وطنكم وبلدكم. وحفتر لا يحلم بفترة انتقالية لعام أو عامين أو 5 سنوات مثل السراج، بل يحلم بحكم ليبيا لعشرات السنين، 50 ولا 60 عام هو وأولاده. وهذه الحكومة التي يرشحها هي مجرد أداة فقط، مثل التزوير الذي حصل في البرلمان لإعطائها الثقة، نفس الأمر يحصل تزوير آخر لنزع الثقة منها إذا هي عندما يقضي حاجته منها. أنصحهم ألا يغتروا به، فهو رجل يعني تاريخه معروف في سفك الدماء وفي الخداع وفي المكر، ولدغوا من طرفه مرارا وتكرارا، والمؤمن لا يلدغ من جح واحد مرتين، ولذلك أطلب منهم أن ينتبهوا ويستيقظوا وينضموا إلى أمتهم ويتركوا هذه الترهات. الآن أقول للناس لابد أن تقفوا في وجه مشروع حفتر بكل قوة ولا تتساهلوا فيه أبدا، لأن الكلام ليس هو بين شخصين وليس بين رئيس حكومة الوطنية والحكومة التي عينها البرلمان. الخلاف والنزاع والمشكلة القائمة هي بين مشروعين، بين مشروع هذا الذي ينبغي للناس أن يعقلوه وأن يفهموه ولا يتغاضوا عنه ويغفلوا عنه إلى أن يجرفهم السيل. المشروع، هناك مشروعان، مشروع يقول لكم الانتخابات، أريد أن أخرجكم من هيمنة المجتمع الدولي وتتحصلوا على حريتكم وتملكوا أمركم وتجروا انتخابات وتستلموا أمانتكم وأنتم تعينون من يحكمكم، هذا مشروع الذي تنادي به حكومة الوحدة الوطنية. وهناك مشروع آخر الذي يعده لنا حفتر، يقول لنا بعظمة لسانه، مش حتى يتستر علينا والاستنتاج والاستنباط، يقول أني بعد نتوافق مع مجلس الدولة، ويعلم الله أمتى يتوافقوا، يقول بعد ما نتوافق مع مجلس الدولة على قاعدة دستورية قد تأخذ حتى 10 سنين، لأنهم يمددون لأنفسهم، ما عندهم غضاضة في هذا، لا يستحون أبدا. يقول بعد التوافق
أنا محتاج إلى 14 شهر حتى نجي الانتخابات. فهل هناك عاقل يبقى عنده غبش في عقله ولا يعرف أين يتجه؟ الذي يتجه إلى تمديد الفترة الانتقالية والدخول تحت حكم حفتر وهيمنتي وسلطاني، هذا أقول له وأقول لهم، هم يحفرون قبورهم بأيديهم وسيقفون على ذلك، وأرجو أن ينتبهوا قبل فوات الأوان. ولذلك على جميع الفعاليات سواء كانت من الكتائب وإلا كانت من المجتمع المدني ولا من البلديات ولا من عامة الناس، أن ينهضوا همتهم ولا يتواكلوا، عليهم أن يخرجوا إلى الشوارع بالآلاف بالأعداد الكبيرة ليحرجوا المجتمع الدولي اللي عاهدناه منذ انقلاب حفتر عام 2014 وهو منحاز إليه بكل قوة، ويغض النظر عن كل ما يفعله من الجرائم، هذا يعرفه كل أحد الآن وليس خافيا. ولذلك هؤلاء المجتمع الدولي لا يحرجهم إلا خروج الناس، فخروج الناس واجب عليهم في هذا الوقت، بحيث يقطع على حفتر الطريق قبل أن يدلس على الناس ويزور عليهم المزورون من أذنابه وعملائه بأن الأمر منتهي وأن الحكومة متمكنة وكذا. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام خداع. وأقول وأؤكد للناس الذين هم الآن يقفون موقف المتفرج، فضلا عن الذين هم منحازون إلى حفتر، المنحازون إلى حفتر هم يسعون إلى خراب بيوتهم وإلى خراب بيوت أولادهم وأحفادهم، وسيعضون أصابع الندم يوم لا ينفعهم شيء. لكن أوجه كلامي للناس الذين هم يزعمون أنهم حكماء وأن هذه فتنة وأنهم يقفون بين وكذا، أقول لهم هذا ليس موقف المؤمن. المؤمن له بصيرة ويميز الحق من الباطل ويميز الغث من السمين، والمؤمن لا يمكن أن يكون مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو موقف المنافقين كما ذكر القرآن، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما فيش مؤمن يكون نصفه مع الحق ونصفه مع الباطل. هل يقف الآن موقف المتفرج؟ معنى هذا منافق، معناه في قلبه دغل، في قلبه دخل، في قلبه فساد. لا يزعم أنه حكيم وأنه إذا نجح كذا وأنه ربما يكون صمام أمان، لا، هو يعني إذا زعم أنه عندما يقف على الحياد يمكن يحل مشاكل الناس فيما بعد، أقول له إنك بوقوفك على الحياد تمكن للظالم، أنت ينبغي أن تحول بين الظالم وبين أن يتمكن، هذا هو الذي يجب عليك. لا تنتظر حتى الظالم يشعل المعارك وتسفك الدماء وبعدين تقول سيكون لي أنا دور، هذا ليس كلام المسلمين ولا المؤمنين. المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا يجوز للمسلم أن يخذل المسلم. أنت عرفت الحق الآن، لا تقول أريد أن أقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليس في يعني قاموس المؤمنين وأحد يقف في المنطقة الرمادية ينتظر. هذا موقف المتربصين بكم الدوائر كما يقول القرآن، هذا موقف المنافقين. وعلى الناس أن تكون عندهم الشجاعة، هذا الوقت وقت حاسم، الناس يجب أن تكون عندهم الشجاعة. لأن حفتر لما جاء في 2019 لم يأتي بنفسه، ما يقوليش أني هذا من مصراته ولا هذا من ترهونة ولا هذا من الزاوية، أنت عندك نور أعطاه الله لك وهو قلبك، تعرف به وتميز به. في 2019 ما كانش حفتر هو اللي واقف في المعركة، وقد عملاؤه من المنطقة الغربية هم الذين كانوا يقاتلونكم، فلا يختلف. ما إذا كان الذي يقاتلكم اشتراه حفتر
من المدينة الفلانية أو من المدينة الفلانية، يجب أن تكونوا كلكم كلمة سواء، يعني زي ما صدر في البيان ليلة البارحة من كتائب الأبدية والعسكرية لتمنع وقوع المواجهات ووقوع الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قوله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ تقول ننصره حتى لو كان ظالما. بيّن وشرح وبيّن كيف ننصر الظالم الذي ينحاز الآن إلى حفتر ولا في المنطقة الرمادية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون نصرته، كيف تكون نصرته. قال: تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، أن تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، هذه هي نصرته. ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ على يد الظالمين ولا يبالي، لأن العاقبة عاقبة وخيمة. أنتم هذا رجل جربتموه، ليس هناك لبس في هذه المسألة هذا اليوم، أنتم جربتموه، ولذلك لا عذر لأحد أن يقول أنا يعني أتحلى بالحكمة وهذه فتنة، هذه ليست فتنة. والذي يقول فتنة قد سقط فيها، الذي يقول هذا القول هو قد سقط في الفتنة، يعني وقع فيها، وعليه أن يحمي نفسه منها ويرحم نفسه، فإن عاقبته ستكون وخيمة. وكذلك كما أني أطالب عامة الناس والمجتمع المدني والكتائب أن ينهضوا همتهم ويخرجوا بقوة، وتخرج البيانات تتحول إلى عمل، تترجم إلى عمل، أطلب بكل قوة الناس ألا يبقوا في بيوتهم، عليهم أن ينصروا الحق ويطالبوا بالانتخابات المقبلة في شهر 6، لأن المجتمع الدولي قاعد متربص، إذا لم تخرج بقوة فإنه من أسهل ما يكون أن ينحاز إلى حفتر ويقول هذه حكومة وهذا برلمان إلى آخره. أنتم الذين تملكوا الأمر، لابد أن تضعوا حدا لهذا. وكذلك أوجه كلامي للحكومة، عليها أن تحافظ على وعودها وأن تبدأ من الآن في الكلام باستمرار كل يوم، تواصل مع مفوضية الانتخابات والتواصل مع هذا السجل المدني والرقم الوطني والتنسيق والكلام على الإعداد للانتخابات، لأن الوقت ليس طويلا، الوقت يعني لا يسعفنا، والناس حتى لا يفقدوا الثقة في كلام الحكومة يجب كل يوم أن تتكلم عن الانتخابات وتعمل على إنجازها في موعدها. كما أدعوها أن تنفتح، أدعو الحكومة أن تنفتح على النخب السياسية التي تخرج في القنوات من النخب المخلصة لوطنها على جميع أطيافها، وتتواصل معهم، لأن التواصل معهم هو الذي يبين لها الطريق، ولا تبقى هي منغلقة بحيث يلتبس عليها الأمر، زي ما حصل في 2011 المجلس الوطني الانتقالي والإعلام وكذا كله تعاون وانفتح المجلس عليه وصار هناك تعاون كبير قوي، ولذلك نجحت الثورة بإذن الله وبفضل الله. ولذلك فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن الكتائب، كتائب بركان الغضب، اجتمعت وألف الله بين قلوبهم وأخرجوا هذا البيان القوي الذي ينصر الحق وينحاز إليه. أحمد الله تبارك وتعالى على أنه ألف بين قلوبهم، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه وهو يخاطب أصحابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما فيما يتعلق بالبرلمان وما أدراك بالبرلمان، فإن هذا البرلمان في طبرق لا يزال يوما بعد يوم لا يثبت فقط عدم شرعيته ولا اغتصابه للسلطة على خلاف القانون، وإنما صار يتصرف تصرفا فيه إمعان في الاستهزاء
والسخرية من الشعب ومن الناس الذين انتخبوه. وكذلك هو يسخر، صار يسخر ويستهزئ بكل المبادئ وبالأخلاق وبالقيم التي تعارف عليها الناس. عادة يعني عرفنا المجتمعات قديما وحديثا، كل من يرتكب معصية لا يحب أن ينسب إليها. الزاني لا يقبل منك أن تقول له أنا زاني ولا يقولها، والسارق لا يقبل أن تقول له يا سارق ولا يقبلها، والمرتشي لا يقبل أن تقول له يا مرتشي ولا يا شاهد الزور، لا يقبلون ذلك لأنهم يستحيون من هذا الوصف الذميم القبيح. نعم نعم، هكذا الناس على مختلف طبقاتهم، لا تجد أحد يرضى بأن يصف نفسه بهذه الأوصاف الذميمة مهما كان، سواء كان عالما ولا جاهلا ولا متدينا وإلا غير متدين، كلهم لا يرضون بهذا، بل يأخذون الرشوة ويختفون وينكرونها ولا يقبل أحد هذا العيب، عيب وعار الناس كلهم بفطرتهم لا يقبلونه. لكن للأسف ما رأيناه من هذا البرلمان يعني ليس تقولا ولا تحليلا، وإنما هو تسجيل صوتي من بعض أعضائه قبل الجلسة بيوم ولا يومين، يقول أحدهم إحنا اجتمعنا أعضاء البرلمان عند عقيلة صالح في مربوعة ولا في بيته وتقاسمنا المناصب، تقاسمناها كل واحد خدي قرعته، كل واحد خدي حصته، هل اللي مخداش وزارات خدي وكلاء، واللي مخداش وكلاء خدي في الهيئات واللي كذا، وإذا كان الموضوع محسوم وكنا راضين والحكومة بتمشي. يعني عندما يقول إنسان أني نبي نعطي صوتي لهذه الحكومة مقابل أن يكون أن أكون وزيراً ولا نائب رئيس ولا أخوي يكون وزير ولا لأني أخذت سيارة ولا لأني أخذت مئات الألاف، في مقابل ماذا هو أعطي هذا وأخذ هذا؟ أعطيه في مقابل ذمته وضميره وشهادته بأن هذا فلان صالح لأن يكون وزيراً أو يكون رئيساً، يباع ذمته بالمال، باع ذمته بالمنصب. هذه هي الرشوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن صاحبها ملعون، وهذه هي شهادة الزور الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من الكبائر المهلكات بعد أن ذكر عددا منها، وكان متكئا وجلس لخطورة الموقف ولإظهار المهابة والهيبة والخوف في قلوب السامعين والجالسين، وصار يقول ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال راوي الحديث تمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يكرر ذلك، وخافوا أن ينزل عليهم من الله غضب وعذاب يأخذهم جميعا. فهؤلاء الناس الأعضاء الذين يقولون نحن قسمنا المناصب والحصص مقابل وزارات ومقابل كذا، يعني هؤلاء أقسموا عندما تولوا العضوية ورشحهم الناس واختارهم خانوا أماناتهم، وقد أقسموا عند تولي مناصبهم أنهم يؤدون الأمر ويحافظون على القانون وعلى الدستور ويحافظون على الوطن ولا يخذلون الناس ولا يخذلون الناس. هذا كله قالوه، هم الآن تركوا ذلك كله وصاروا يبيعون ويشترون في البلد، وقد رأينا هذه التصريحات منهم. إذا انتقلنا من هذه المصيبة من البرلمان إلى المصيبة الأخرى عندما أجروا الاقتراع، أجروا بصورة يعني لا يمكن أن تخطر على بال إنسان، مقرر المجلس عند قائمة يقرأ فيها وهو الذي يقول وافق ولا مش موافق، هو نفسه مش الأعضاء، الأعضاء كانوا خشب مسندة
كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. الذي يصوت بالنيابة عنه مقرر المجلس يذكر الاسم ويقول ثقة، مش حتى زي ما يقول البرلمان مع ولا ضد، هيك الناس عادة يقول، هو يقول ثقة ثقة، يتكلم بالاسم ويقول ثقة. ثم فضحهم الله، فخرج أحد الأعضاء وقال أني مستغرب أني موجود في طرابلس وهم ذكروني أني موجود في الجلسة وأني قلت أعطيت الثقة. هذا يعني يضرب مصداقية الجلسة من أولها إلى آخرها، لأن هذا الشخص شجاع واستطاع أن يتكلم، لكن غيره قد يكون كثير وهم يخافون على أنفسهم وذلك لم يتكلموا. هل يعني قبل بداية الجلسة تم عدل الأعضاء الموجودين حتى نعلم أنهم استوفوا النصاب ولا لم يستوفوا؟ لم يحصل هذا، مجرد واحد يتكلم ويرد عليه جناحه ويقول هذا وهذا وهذا والباقيين كأنهم غير موجودين، فيمش واحد افتح فمه وتكلم بكلمة. هذا فيما يتعلق بطريقة يعني الانتخابات التي جرت. ثم بعد ذلك عندما نأتي إلى الوزراء، يعني الآن لما خرجت الوزارة أعداد كبيرة منهم يعني إما أخوه وزير ولا ولد عم، إما أخوه نائب ولا ولد عم نائب ولا كذا، الوزراء المهمة كلها في الدفاع وفي المالية وفي غيرها كلها مكنوها من ناس هم إخوتهم أعضاء في البرلمان، وكذلك بعض أعضاء البرلمان أنفسهم هم طمعوا في الوزارات وأعطوهم وزارات ولا أعطوه نائب رئيس وكذا، هذه كلها رشاوى صاحبها ملعون. ولذلك أنا أقول للناس إذا سكتوا عن هذه الترهات وعن هذا الفساد وعلى هذا الضحك على الناس والسخرية التي لم يكن لها مثيل في برلمانات الدنيا فإنهم يستحقون بعد ذلك ما ينزل بهم، بل واجب عليهم أن يخرجوا بالأعداد الكبيرة حتى يحرجوا المجتمع الدولي، فإن الخطورة هي الآن من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لا يوقف عند حده إلا خروج الناس بأعداد كبيرة بحيث يسقطون هذا الباطل وهذه الترهات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات إذا أمكن. معي محمد، لازال معي. السلام عليكم. عليكم السلام، عذرا على الإطالة محمد، تفضل. الشيخ عبد الله كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا مفتينا الشيخ صادق. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، بنسأل حكم العمل في إذاعة تقوم ببث الأغاني، مع العلم أن الإذاعة تحتوي عدة برامج يعني ليس مختصة في الأغاني فقط. والسؤال الثاني، الانضمام إلى الأحزاب مثلا زي حزب الديمقراطي وكذا، بنسأل الحكم الدخول في مثل هذه الأحزاب. يعني ما قالش إلا الحزب الديمقراطي بس مثاله. مثلا حزب الديمقراطي. ما طيب. بارك الله فيك. ربي طيب. يتقبل منك ان شاء الله. وياك. نعم بشير. بشير. بشير من الغريان، تفضل. لا. يا بشير. الو. اي نعم تفضل. الو الشيخ عبد الله قاعد. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل يا اخي. كيف حالك باش اخبارك؟ الله يبارك فيك، اعطيني سؤالك. اي. لا أخي، سؤالي أنا عندي مبلغ معك عندي مبلغ مالي. نعم. سلفت لي شخص تو أكثر من سنتين، يعني أقول 3 سنين. نعم. هل نزكي عليه كل سنة ولا لما يوصل النصاب نزكي عليه؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. لا. نعم بالقاسم. القاسم منين؟ القاسم من كيال. لا من المدينة. بدر. بدر، أعطيني بشكل واضح. تفضل يا أي. نعم بقاسم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من هذا الشعب الليبي بثورة 14 فبراير. إيه نعم. و تسمع فيا أخويا. تفضل يا أخوي. لو تعطيني سؤالك القاسم. طيب نشكرك على اتصالك. في اتصال آخر. طيب نعم شيخنا ربما حق. نعم في اتصال. الزهرة. نعم الأخت الزهرة. أي فضلت الشيخ، أنا نبي نسأل سماحة المفتي ومشكرة، أتطلع الله كل خير علينا وبارك الله فيه وطال الله في عمره
ومده ان شاء الله نفع به البلاد والعباد. يا فضيله الشيخ انا نصلي لما يدي الاذان في يوم الجمعه نصلي معناها الظهر عادي لما الشيخ يخطب نصلي، مش عارفه انا صح ولا ايه. انت وقت الاذان ولا الخطبه تصلي وانت في بيتك يعني؟ ايه في بيتي نصلي في بيتي. إيه. معناها نسمع في الخطبه ونصلي في الظهر معناها. ايه تمام. وفضيله الشيخ انا معناها كنت الفتره الاولى كنت نقضي في علي صلوات نبدي من الظهر نبدي من الصبح، نبدي من الصبح ونصلي في خمس اوقات كل يوم نصلي في ويومين معناها. نعم. خمس اوقات نبدي قدام الصبح، في الصبح نبدي صلاه الصبح. طيب. طيب صحيح. بارك الله فيك جزاكم الله كل خير. وياك. بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. وياك. ان شاء الله بارك الله فيك. نعم فيك بارك الله. طيب شيخنا ربما عندنا بعض الأسئلة أيضا من الحلقة الماضية. يقول هذا فتحي من بنغازي إنه هو يقصر ويجمع بمجرد النية، أنه قبل أن يخرج من المدينة وعندما ينوي السفر يقصر في الصلاة ويجمع ولم يكن يعلم الحكم، فيقول سؤال هل يعيد تلك الصلوات أم ماذا؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز الجمع إلا بعد الخروج، خروج من حدود المدينة أسوار المدينة، ولا يخرج مسافة ولا يعني بالطائرة يصل المطار ولا كذا، هذا قول جمهور العلماء. هناك بعض السلف يرى أنه يجوز له كما كان يفعل أنس ابن مالك أنه كان يقصر قبل أن يركب دابته، لكن أقول له أن تعمل بما عليه جمهور أهل العلم وأكثر العلم خير لك، فلا بأس أن تعيد صلاتك احتياطا، أعيدها احتياطا هذا أفضل وهذا خير. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. الأخ أحمد المصراطة أيضا في الحلقة الماضية يسأل يقول عن كيفية الزكاة وله في بضاعة عبارة عن سيارات، هو بائع تاجر سيارات ويقول عنده سيارات يريد أن يزكي على ثمنها، فكيف يفعل؟ هو يسأل هل يزكي على الثمن الذي اشترى به أو الذي الثمن لا. الذي يبيعها به؟ لا. أقول له عليه أن يزكيها بثمن الجملة يوم الزكاة شهر الزكاة، لو افترضنا هذا الشهر هو شهر زكاة رأس الحول، يشوف هذه السيارات لو أراد أن يبيعها بالجملة كم يحصل فيها، لأن ربما السيارة لو باعها بالتقسيط أو بالفرد تكون مثلا ب30,000، ولباحهم كلهم بالجملة يمكن يبيعهم ب25، فيزكي على 25، يزكي على أن كل واحدة ثمنها 25,000، هكذا ينبغي أن يفعل. فالزكاة في كل التجار، كل من عنده عروض تجارة عندما يريد أن يثمن ويقوم عروض التجارة الصحيح من الأقوال أنه يقومها بسعر الجملة لو أراد أن يبيعها كلها يعني مع بعض في وقت واحد، فهذا هو الحل الوسط وهو أرجح الأقوال. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال شيخنا حول واقعة تسأل امرأة تقول أنه فارقها زوجها لمدة 9 سنوات وخرج عند في يعني من بدايته خرج وقال تمنى لها الموت وأنه يخلص منها ولم يطلقها وظل على هذه الحال وإلى أن خطبها أحدهم، فخاطب أخوها الزوج وطلب منه أن يطلق فطلق كما يقول الأخ، وعلى ذلك تزوجت هي هذا الخاطب بدون عدة. فسؤاله يقول هل يعني الآن تزوجت الرجل لكنه الآن لا يتذكرون، هل جلست للعدة أم لا؟ هي لا تتذكر ولم يسمع أصلا بحكم العدة إلا الآن، هل زواجها الآن من زوجها الحالي صحيح وهل تجلس للعدة علما بأنه قد مضى على زواجها الثاني 4 سنوات ولم تنجب منه أولادا؟ لا يحل
خطبة المرأة في العدة حرام لا تجوز والنكاح باطل، ولذلك هي ينبغي عليها أن تستبرئ من زوجها إذا كان هذا كلامه صحيح، لأن معه فاسد، عقد النكاح فاسد، وما دام عندهاش أولاد يعني وما فيش إشكال في مسألة الأولاد هل يلحقون ولا يلحقون، لكن عليها أن تستبرئ منه بعد الاستبراء، يعني تستطيع أن تتزوج بعد ذلك. نعم، جزاك الله خير، بارك الله. ثلاث حيضات تستبرئ منها بثلاث حيضات. نعم، بارك الله فيكم. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن حكم العمل في إذاعة تبث أغاني وتبث مواد أخرى، ولكن من ضمن ذلك أيضا الأغاني، فهل يجوز العمل فيها؟ هذا هو، ما دام في قلبه شبه هذا الأمر عليه أن يتجنبه ويبحث عن مكان آخر تطمئن إليه نفسه. الغناء الموجود الآن ليس من الغناء المختلف فيه زي ما تقدم في الحلقة الماضية والتي قبلها، الغناء الفاحش ويحرض على الفاحشة، وهذا لا يدخل في الخلاف الذي ذكر العلماء في الغناء والمعازف. يعني الغناء والمعازف ما لم تكن هي تحرض على الفاحشة والموبقات والمعاصي، زي الغناء اللي يحصل في ميدان الشهداء في وقت الاحتفال بالثورة والاختلاط والرقص والفساد، هذا حرام لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يعين عليه ولا أن يشترك فيه ولا أن يوظف نفسه فيه، وهذا يدخل في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عليه أن يبحث عن مكان آخر تطمئن إليه نفسه ولا يدخل في هذه الأشياء اللي هي يعني أصبحت ليس حتى من المتشابهات، أصبحت من الحرام الواضح، الغناء الفاضح، الغناء اللي هو فيه حد وحض على الفجور لا يجوز الإنسان يعين عليه. الله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أيضا مع اتصال، ربما اتصال محمد من مصراتة. نعم تفضل محمد. السلام عليكم شيخ عبد الله. أهلا وسهلا بك، تفضل. بالله شيخ عبد الله، إذا ممكن تكلم الشيخ يوجه كلمة شافية وافية كاملة شاملة ما تتعلق بالمحكمة العليا ورئيسها المدعو محمد الحافظ، معلش إذا وجه لنا فتوى حنين الناس كيف نصرفوا معه الجسم هذا، يعني نرى أن نقطة الانطلاقة هي موضوع المحكمة العليا هذه بإقفال المحكمة الدستورية وحكمهم هم في حداتهم في تعطيلهم في هذه الدائرة، وهل هي خيانة للأمانة وواجبنا احنا شرعا يعني كيف نصرفوا معها. وبارك الله فيكم، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. بالمناسبة كانت هناك وقفة احتجاجية لنقابة المحامين اليوم أمام المحكمة العليا. هذا تفضل شيخنا. هذا سؤال مهم حقيقة، أمر مشين وأمر يدعو إلى الأسف، ظلم فاضح، ظلم بتعدي على حقوق الناس الذين يريدون أن يلجأوا إلى القضاء وإلى العدالة لينصفهم، يكون القضاة أنفسهم على المستوى الأعلى من القضاء اللي هم كانوا يسمونهم قضاة القضاة، قاضي القضاة هو الذي يحول بين الناس وبين العدالة. هذا والله أمره شديد وحكمه في الشرع شنيع، وليس فقط من حكام الظلم والفجور والفساد، والذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنهم قاضيان في النار وقاضي في الجنة، بل كل هذه الدماء وهذا الفساد وما يعني يترتب على قفل الدائرة الدستورية من ظلم ومن تعدي وتستر على المجرمين، كل ذلك في أعناقهم. هذه الدنيا مدتها قصيرة، يعني كم هو يخصم من مرتبات وكم يعيش، يعني 10 20 30 50، ثم ينتهي به الأمر إلى حفرة، حفرة تحت جنادل التراب والصخور لا ينفعه شيء،
ويكون هذا حسرة عليه يوم القيامة. يعني ليس هناك أشد على الناس من الظلم وظلم القضاة بصفة خاصة. ولذلك أنا أدعو الناس الذين خرجوا اليوم للوقفات الاحتجاجية يطالبون بفتح العدالة، أشد على أيديهم وأقول لهم يجب عليكم أن تستمروا في هذا الضغط المدني، هذا الضغط السلمي بالوقوف أمام المحكمة العليا كل يوم، ولو شهر ولو شهور، حتى يغيروا هذا الحال الرديء المؤسف الذي لا يمكن يرضى به أحد، لا يمكن لأي مسلم أن يرضى به، لا يمكن لأي عاقل أن يرضى به. ما الذي يخيفكم من فتح الدائرة الدستورية؟ ما الذي يخيفكم؟ أنتم مش أتيتم وأقسمتم أمام أنفسكم وضمائركم وفي المحكمة عندما عينتم وتوليتم هذه المناصب، أقسمتم بالله أنكم تحافظوا على الأمانة وتحافظوا على القانون وتحافظوا على الدستور. أين هذا اليمين؟ أين هذا اليمين منكم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عندما يعني يستمر هذا الوضع ويترتب عليه من المفاسد ومن استيلاء المجرمين والظالمين على الحكم وسفك الدماء والسجون والقهر والمذلة وترميل النساء وتأتيم الأطفال وتأتيم كل هذا في أعناقكم، لأنكم تمنعون الحق وتمنعون أن تقوم العدالة، وأنتم مسؤول عن هذا كله. وعلى الناس أن يسكتوا عن هذا الظلم، وعليهم أن يخرجوا كل يوم في الوقفات الاحتجاجية إلى أن يتغير هذا الفساد الموجود الآن في أعلى سلم في مناصب القضاء، وعندهم حكم من دائرة الاستئناف تأمرهم بأن يفتحوا هذه الدائرة الدستورية، ولكنهم هم قضاة وتجاهلوا وتنكروا لحكم القضاء، فهم يعني يرتكبون أخطاء كبيرة جسيمة. عليهم أن يتقوا الله ويخافوه قبل أن يأتيهم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا حفتر ولا عقيل صالح ولا برلمان. يعني ما الذي يستطيع أن يقدمه لك؟ ما الذي يستطيع أن يضر به؟ ما غاية ما فيه يعزك من المنصب وانتهت المسألة، والمنصب هذا أف للمنصب ولما إذا كان يجر على الإنسان خسارة الآخرة، يعني يخسر كل شيء من أجل أن يرضى عليه حفتر ويرضى عليه الظالمون. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال شيخنا حول، يقول امرأة عندها قضاء من رمضان الماضي والآن هي حامل ولم تقضي صومها والآن لا تستطيع الصوم لأنها مريضة، فما حكم ذلك؟ إذا كان من رمضان الماضي والآن لا تستطيع أن تقضي فليس عليه شيء، عندما تتمكن من الصيام وتسمح لها صحتها وحالتها بالصوم عليها أن تقضي كما ذكر الله تعالى وأمر. يعني من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، في أي وقت من الأوقات متى تحسنت حالتها يجب عليها أن تقضي تلك الأيام، وليس عليه شيء إلا القضاء ما دامت هي غير قادرة الآن لم تفرط. الفدية تجب مع الصوم مع التفريط إذا كان هي قادرة على الصوم وتركت حتى مر عليها رمضان ثاني، تلك الحالة يجب عليها مع القضاء أن تعطي الفدية، تتصدق عن كل يوم بصدق مقدار 4 دينارات. لكن إذا كان هي الآن غير قادرة ومريضة فليس عليها شيء، لا يجب عليها شيء، عليها أن تقضي عندما تقضي على ذلك ولا تعطي فدية. نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. ناخذ هذا الاتصال فتحي من بغازي، تفضل فتحي. الله يسعد. ايوه نعم تفضل. نعم يا فتحي. الله ينعم عليك، الله يبارك فيك. نبو الشيخ الشيخ الله يحفظك، اعطيني سؤالك بارك الله فيك، اعطيني سؤالك. سؤالي انا كنت من رواد المساجد في بنغازي، ولكن للاسف من 2015 ما عادش قدرت اني انا نمشي للمساجد لأن ما الوضع منرفز بالنسبة لي، الخشوع
أصبح ضائع يعني، فالتزمت بالصلاة في بيتي. طيب إذا صلاة في البيت خشية مرة نمشي للمسجد، ولكن ما اليوم اللي في المساجد كله بشباب صغار. نعم. وحتى صلاة الجمعة طيب يعني الخطبة فيها مائعة. نعم طيب شكرا، واضح يا فتحي واضح. طيب من؟ بشير من غريان، تفضل يا بشير. طيب نعم معك. اي نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نبي نسأل الشيخ صادق الله يبارك فيك. تفضل تفضل يا أخي بشير تفضل. أعطيني سؤالك. السؤال توقف راتبي بسنتين. نعم. من وصل لي المبلغ فوق 30 كيف نزكي عليه في السنتين ولا كل سنة بروح؟ إيه. طيب حاضر يجيبك الشيخ إن شاء الله. ماشي إن شاء الله يبارك فيك. نعم طيب شيخنا الأخ أيضا نفس الاسم هو الحقيقة بشير من غريان، يعني يقول أنه أذان مبلغ لمدة 3 سنين وهل يسأل عن كيفية الزكاة، هل يزكي عن هذا المبلغ الذي هو يعني لا زال لم يرجع إليه، لا زال في الدين؟ هو أعطى لآخر دينا ولا هو أخذ دينا؟ هو يقول أعطى دينا. إذا كان هو أعطى أدنت إذا يقول. أعطى دينا لا يجب عليه أن يزكيه، إذا أعطى دينا لا يجب عليه أن يزكيه إلا بعد أن يرده إليه صاحبه ويستقبل به بعد رده إليه يستقبل به سنة. هذا إذا كان هو أعطى الدين. وإذا كان هو واخذ دين وبالغ النصاب، إذا حال عليه الحول وعند من الأملاك من أراضي والعقارات وكذا ما يقوم مقام هذا الدين زائدا على حاجته في السكنة، يجب عليه أن يزكيه حتى ولو كان الناس يطلبوا فيه منه، لأن يعني كان ما عنداش إلا هذا المبلغ فقط وما عنداش أي شيء صالح للبيع يقوم مقام هذا الدين ويسد مسد هذا الدين، فالدين في هذه الحالة يسقط الزكاة عنه ولا تجب عليه زكاة. نعم بارك الله فيكم. أيضا بشير من غريان مش عارف هو نفس الشخص. طيب هو نفس الشخص. نعم سؤال آخر يقول إنه راتبه توقف لمدة 2 سنين ثم نزل مرة واحدة في المصرف وبلغ أكثر من 30,000 يقول لا، فسؤاله هل يزكي على هذا المبلغ 2 أم 1؟ لا هو يجب عليه أن يستقبل به عام حتى يحول عليه الحول عنده. يعني 2 اللي هم مهوش في ملك ولا في تصرف ما يجبش عليه يزكيهم الماضيات. نعم. هو لما يستلمه يستقبل به عام، كان قاعد ليقعد في حسابه مدة عام يدور عليه الحول ليقعد يزكي، كان قاعد 30,000 يزكيهم كلهم، المهم يقعد في نصاب في حسابه مقدار النصاب ويمر عليه الحول، هذا اللي يجب عليه أن يزكيه. لكن إذا كان هو استهلك منه مبلغ كبير واللي باقي ما عاش يصلح ما هوش نصاب زكاة لا تجب عليه الزكاة. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكرك شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.